حكينا على الإقامة الجبرية، وحكينا على ما سميناه احنا حبس دار، وحكينا على حرية التنقل والمراقبة الإدارية والمراقبة يعني للشخص اللي هي سميناها احنا يعني فوبيا التنقل، يعني في التنقلات نتاعه في ما عندوش الحق يتنقل، ما عندوش الحق يمشي من نقولوا احنا من معتمدية لمعتمدية اخرى، مش حتى من بلاد لبلاد اخرى يعني للخارج. مثلا يبدا واحد مسافر يخدم يمشي يمشي بشي في الكهرباء ولا حاجة، يوقفوه نهار كامل، يبقى في المركز، يبقى بالسوايع يعني هما يبحثوا فيه لين الرحلة ولا الطيارة سي يعني تمشي، يرجع لمدة غدوة يقولوا له أرجع لمدة غدوة، يرجع لمدة غدوة كيف كيف، يبقى زادت يعني يتم إيقافه لعدة ساعات يعني ما، وبعد يقولوا له والله غالب يعني فاتتك الطيارة. حق الإنسان ولا المواطن يعرف إيش معناها بؤر توتر. بؤر توتر ينجم يكون ثم عباد سافروا لتركيا كي رجعوا صارت لهم يعني إشكال في المطار، هاك جاي من تركيا، خاطر تركيا ما هيش بلاد فيها بؤر توتر، لكن هي مجاورة للبلد اللي فيه بؤر توتر. لازم ثم قوائم أموا يعني الدولة يعني تحطها باش المواطن كي يجي يسافر يعرف انا والبلاد اللي يسافر لها وقتاش. ثم معايير هي دوليه تضمن اموا يعني اللي عايشين في المشمولين بهذه التدابير اموا، خاطر هو باش يبطل مثلا في الاقامه الجبريه ما ينجمش يخرج، باش يبطل اموا تضمن له الحياه الكريمه، خاطر ساعات ما عادش يخدم، اموا تضمن له الحياه، ساعات تلقى انسان معرس وعنده صغار ويعني ما ينجمش يخدم.